السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كثير من الباحثين والتطبيقين في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية يبحثون عن بيانات الإشعاع الشمسي، وكثير ما يتم طرح هذا السؤال في المنتديات والجروبات. وطبعا بعد ما عملية بحث وتحري عن مصادر على الأقل نقدر نستفاد منها في مجال البيانات الإشعاع الشمسي، وجدت أحد المواقع اللي أشوفه يعني لا بأس به. هذا هو الموقع. الموقع هو SODA اللي هو Solar Radiation Data. طبعا الموقع به كثير من التفاصيل، وطبعا أنا بداية الدخول الأول ما أنطاني قبول إلا أن سجلت حساب أو سويت create new account ودزولي باسورد، بس ما أعرف هسه شو إذا أرد أدخل على نفس الباسورد بقى معلق يقول لي إرار علي اتحار. راح نشوف إيش نقدر نحصل من هاي المحاضرة حتى تتوضح للناس المهتمين بهذا الموضوع. طبعا النافذة مال الموقع بها كثير من الأقسام، الهوم والأباوت أرز والمابس والويب سيرفيسز والسولر راديشن داتا برودكتس والريسيرش والترينينجز والهيلب والكونتاكت على اتحال. ونجي على الجهة الجهة اليسرى أيضا تحتوي على مجموعة من النوافذ. أنا بالنسبة لي حتى أختصر عليكم الطريق، وممكن أنه أنتوا تدخلون وتشوفون كثير من التفاصيل والمعلومات. بالمناسبة هو موقع ممتاز جدا وعجبني بصراحة وبه كثير من التفاصيل، ولكن لم يتاح لي الوقت الكافي لأخذ كل المعلومات والتفاصيل، وأيضا بي دوكيمنتس على شكل PDF ممكن أنه واحد ينزلها ويقرأها ويستفاد من عندها. على أي حال راح نختصر الموضوع حتى لا نطول. نروح على الويب سيرفيسز، راح تنفتح لنا نافذة. طبعا الـ MERRA2RE Analysis اللي هي Modern Era Retrospective Analysis for Research and Applications فيرجن 2 نفس الاسم عايدة. الويب سيرفيسز افيلبل وورلد وايد، يعني هاي النافذه متاحه لكل انحاء العالم. ديليفرز تايم سيريز اوف تمبرتشر، درجات الحراره مقاسه عند ارتفاع 2 متر على مستوى سطح الارض، والريليتيف هيوميديتي الرطوبه النسبيه ايضا 2 متر، والبرجر ضغط 2 متر، والويند سبيد اند دايركشنز 10 متر، انتبه 10 متر فوق سطح الارض، والرينفول الامطار والسنوفول والامطار وتساقط الثلوج والسنو ديبث. التايم ستيبس رينج فروم 1 مينت اب تو 1 مونث، يعني التايم ستيب اوف ذا داتا سيريز يبدي من 1 دقيقة إلى حد الشهر. Original data are hourly، البيانات الرئيسية الأصلية هي ساعية. Spatial resolution of approximate، يعني الدقة المكانية محسوبة لكل 50 كيلومتر. The data are available since January 1980، يعني من 1980 are regularly updated with approximately 1 month of delay. لاحظوا ان عندنا اللاست ابديت هو الفبروري 2018. على اي حال هذه مجموعة من التوضيحات. ممكن طبعا بالمناسبة هذا الموقع مو كل البيانات فري، وقسم منها يجب ان سوى عملية payment او دفع او شراء، ولكن بها نافذة اللي نقدر نسحب منها بيانات بشكل مجاني free of pay. طبعا من نفتح هاي النافذة راح نصعد لفوق. طبعا هذا طبعا هو من البيانات، هي بيانات أقمار صناعية الـ MERRA2. هنا حتى نحدد حتى نقدر نسحب بيانات السايت أو الموقع اللي احنا نريده، يجب أن ندخل تايب
الادريس يعني نكتب الاسم او العنوان مال المكان or position as latitude longitude. يعني انا هسه راح اكتب خلي اكتب ايراك حول انجلش ايراك اسوي عملية بحث research انت طبعا هنا طبعا يعتمد على قوة اشارة الانترنت طبعا ما اعتقد واقف هاي المشكلة هاي انترنت جدا تعبان راح ادخل ايه هسه بدا لان الخرائط دائما ريزوليوشن مالها كلش عالي يعني تحتاج وقت حتى تتحمل بحسب الاوردر اللي انت تقدمه طبعا او اللي تكتبه بالخارطة او النافذة نافذة البحث في الخارطة نعم طلعت هسه حاليا انا منها اسوي انا طبعا منطقة الدراسة الكيس ستدي اللي اريدها على سبيل المثال راح اخذ بس انا عندي حاليا في هاي المحافظات الانبار هسه انا اريد اروح على ديالة طبعا احرك المابس اقدر هنا هسه هاي بغداد تحميل بطيء جدا لان السيجنال اوف نت از فيري ويك طبعا هنا اقدر اصغر الريزوليوشن الماجنيفيكيشن مال الماب وبسرعه بس يلا مو اشكال حتى تتعلمون شلون تختارون موقع تنزلون الداتا مالته طبعا هاي الداتا انا سبق ان نزلتها بس لغير موقع وقلت خلي ما دام انا اريد انزلها خل اسوي محاضرة بسيطة حتى اصدقائي واحبابي واخواني انه يستفادون من هاي المحاضرة في تنزيل البيانات اللي يحتاجونها لما يريدون ينصبون منظومة شمسية في اي مكان مثلا في بغداد في المحافظات او في اي دولة عربية اخرى او دولة اجنبية حتى على الاقل يصير عندهم فد هنت او بروسيجر بسيط ولو طبعا البيانات هي هسه انا اريد ديالة اريد منطقة الخالص طبعا هاي عندها هسه المنصورية منصورية الجبل هسه وين الخالص خالص خل شوي نزغر الخارطة الخارطة كلش مكبرة منصورية جلولا بعد نزورها التحميل جدا بطيء طبعا ما اعرف البيانات انا راح اقدر احملها ولا على اي حال احنا راح نشوف نكمل المحاضرة ونشوف وين نقدر نوصل بها المهم انتوا راح تصير عندكم فكرة عن طريقة الاستخدام جلولة العظيم اين انت يا خالص هذا الخالص انا هسه حددت صراحة نكبر الزوم جوجل ستلايت او ما اشكال اقدر طبعا هنا عدة البيس لاير يعني الطبقة اللي ظاهرة من الخريطة اقدر اغيرها الى جوجل ستريت والجوجل فيزيكال والجوجل ستريتس والجوجل هايبريد على اتحال هذا ما يعني شيء طبعا هنا تقدر تاخذ صورة للموقع اذا كنت منصب برنامج طبعا ياخذ السكرين الشاشة المهم طبعا انا هنا هسه هاي الموقع مالتي اللي حددته طبعا
أنا منها أيضا أقدر أغير شوية، لأنه صراحة عندي الموقع الدقيق اللي هو 33، أقدر لازم منها أريده بالضبط البيانات، أريد هاي الطريقة الأخرى طبعا latitude 33.75 وفارزة اللاتيتيود خط هاي زاوية خط العرض اللاتيتيود واللونجيتيود اللي هو 44.62. هنا طبعا مباشرة اقدر اني سوي هو اعتقد اكو حتى الخرائط اكو بها اشكالات بالدقة بالاحداثيات، انا هسه انا طلع عندي معقوبة بينما على يتي حال راح اشر على الخارطة افضل نصغرها. هاي طبعا واحدة من الملاحظات انه واحد يستفاد من عدها، يعني مثلا هذا غير خرائط منطيتني مثلا هذا الخارص، هسه هذا الخريطة انطاني حولني على معقوبة، فاذا الخرائط اكو بيها الاكوريسي مالتها ايضا تختلف، وهذا لازم على يتي حال راح نصغر هذاني، ما راح يأثر في قيمة كبيرة طبعا، يعني قريب جدا على يتي حال. انا هسه اريد طبعا الستارت ديت ينطيني من يقول لي ترى انت عندك متاح البيانات الاورلي، طبعا هنا البيانات الساعيه للاشعاع الشمسي من 1980، هو هنا شنو مطلع لي هاي طبعا التايم ستيب مالته اورلي، انا راح اخذ مال ارجع بالسنين، طبعا من ارجع من هذا السهم اخذ اقول له انطيني مال 10 سنين من 2010 2009 من هاي السنة ما كاملة، راح اقول له من شهر جنيوري هسه من 1/1/2009 اقول له ما اريد مو مشكلة خلي عادي تبقى هاي البيانات انا بعدين اقدر اتعامل وياها. طبعا اهم نقطة انه هاي البيانات انا مثلا استخدم سوفت وير معين على سبيل المثال البي بي 6 او البي بي سول او غير برامج، طبعا هناك برمجيات تقبل فورمات معينة للملفات داتا اللي انا استخدمها واللي هي طبعا تختلف، فاذا الاوتبوت فورمات مهمه جدا لما نستخدمها ويا برامجيات. طبعا هنا عندنا الكوما سيبريتد فاليو اللي هي الفورمات للملفات الاس السي اس في هاي طبعا، وهسه خلي نشوف لاحظ التايم ستيب طبعا انا اقدر لان هو اساسا الموقع قايل لي البيانات التايم سيريز مالتها من الواحد مينتس الى المونت، يعني انا اقدر اخذها اورلي واقدر اخذها كل 5 دقائق كل 10 دقائق كل 15 دقيقة كل 30 كل نص ساعة وكل ساعة وكل داي كل شهر مونت، هذا واحد. وهنا ايضا الاوتبوت مال الملفات طبعا هنا نوع واحد ما عندنا اي اوبشن ثاني، فانا طبعا البيانات راح اخذها على اساس شهري لانه الملفات الساعيه طبعا ممكن انه الدقه تنوخذ على اساس المينتس او الساعيه، انا راح اخذها على اساس شهري. هنا طبعا بعد ما كملت الانبوت المدخلات واللي الشيء اللي انا اريده طبعا هنا حسب تيسر
قوة الإشارة راح أقول له process. لاحظ هنا ده يعالج عندي، وبعدين من ينتهي لاحظ هذه العملية أنه تتبهون على عملية معالجة إنزال البيانات وتحويلها إلى ملف. هسه خلاص يقول لي right click and select save target as to save the result file. أقول له result file، أضغط عليها. طبعا هنا أنا طبعا شوف منزل ملفات، راح أختار مثلا مو إشكال، راح أعطيها علامة أنا حتى أميزها عن الملفات الباقية، وبعدين أقدر أشيلها طبعا، لأن هخليلها واحد واحد واحد. دقيقة خلنا نعطيها رمز حتى لا تختلط ويا غير ملفات، بعدين أنا أحذفها وأرجع الملف الاسم الأصلي. أقول له save. لاحظ هسه اني خزن عندي هذا الملف على شكل اكسل. اروح اسوي له show in folder. شوف انا وين خزنته، هذا هو الملف مالتي. اقول له عمليات بسيطة، اقول له open. طبعا هنا اغير الاتجاه، وطبعا هنا يعني راح اسحب هذه البيانات مالتي. لاحظ وياي راح الهوم اسوي لها توسيط. هذه هي الداتا، طبعا هاي شوية كبرها. لاحظ نجي منها، هذا هو القمر الصناعي اللي انا استخدمته. طبعا هنا كبر هاي، هذا هو المصدر وهاي الاحداثيات، وهذا طبعا السايت التيتيود عن مستوى سطح البحر 54 متر، ويعطيني الفترة الزمنية والتايم ريفرنس بالاور. طبعا اللي احنا طبعا بغداد التايم ريفرنس ماله هو UT+3، بس بهذا الموقع طبعا يختلف، لازم نسوي له ترانسفورم، مو اشكال هذا الموضوع. وهنا الفترة الزمنية، البيانات هي عبارة الانتجرال مالتها شهري، وهاي كل التفاصيل. وهنا ينطينا طبعا التمبرتشر على ارتفاع اشقال، كل باراميتر على ارتفاع 2 متر، الحراره درجه الحراره والرطوبه النسبيه 2 متر، والويند سبيد 10 متر، والبرجر ايضا البرجر ات جراوند ليفل، والويند دايركشن طبعا ايضا ينطينا اياه، والرينفول، وكل التفاصيل اللي يهمني انا. هاي الداتا مالتي اللي حصلتها، هذا طبعا التايم زون والداتا مالتي من البداية طبعا. نشوف هنا الى 31/7، والبيانات شهرية، البيانات هي عبارة عن مونثلي. طبعا هاي البيانات لو كانت على اساس المينتس لاصبح ملف كبير جدا، واحنا انا هسه راح هسه هذا حفظته ما دام اكونت. هسه خلي نفس الطريقة، هسه انا عندي هذا محفوظ، اقول سيف. بنفس الطريقة اقدر انزل، لا ما اقول لك كانسل، مشكلة قل لي يس. اوكي اقدر اخذها على شكل اورلي، وايضا قل لي بروسيد، اللي هي طبعا سعي اضبط بالحسابات وبالدقة. ليش؟ لانه الويب سايت، شوف لاحظ هنا فيل تطير رساله من الموقع السولار راديشن داتا برو كوم سيز ويب سيرفيس فيل اون ريتين ان امتي ريسبونس. اوكي انا ذكرت في المره السابقه حاولت
بس خلي نحاول ويا طبعا البيانات حجمها كبير جدا ويحتاج اوكي هسه نجح ايضا هنا راح انطيها اور تو ذا اورلي هاي فقط الي للتمييز انت اشتغل لان عندي ملفات حتى فالان الخزنه راح يكمل التحميل مالتها و لاحظ الملف اكبر هنا طبعا ان شاء الله انا احاول انه اسوي امبورت هاي الداتا في برنامج البي بي سول طبعا يراد لي فورمات الحاسبه لانه البرنامج صار اكسباير ينطي ديمو بيريد هي لا شهر واحد فان شاء الله راح اجرب ونشوف مدى اذا لان بيانات حديثه والارشيف مال البي بي 6 هو من فترات زمنيه كلش قديمه فنشوف شلون راح نقدر نستخدمها على اي حال هذا حتى البيانات طبعا البيانات مو شرط انه نتعامل وياها بالبرامج وانما ممكن نتعاملها بشكل احصائي ونطلع كل النتائج والبارامترات الصب ريزلتس من عندها ونتعامل وياها حسب شغلنا احنا قاعد نشتغل شو نصمم المهم هي الاهم شيء هو توفر الداتا طبعا قد سائل يسال ايش قد نسبه الخطا بين البيانات من الاقمار الصناعيه والبيانات الحقليه او الفيلد ميجرمنت داتا طبعا اكيد اكو فارق وانا قريت اكثر من بحث اكو فروقات بنسب حسب نوع حسب القمر الصناعي وحسب الريزوليوشن للمنطقه اللي يحددها ولكن لما ما عندنا خيارات وبيانات شدة الإشعاع الشمسي يعني من الصعوبة حتى بيانات الرياح ما عدا البيانات المتاحة في المحطات وزارة الزراعة اللي هي الأجرا ميتولوجيكال داتا والبيانات التابعة من هيئة الأنواع الجوية هاي لازم نشتريها بفلوس فعلى أي حال راح نستخدم هاي البيانات وحتى لو كان بها فرق بسبب السيميليشن فممكن انه تنطينا مؤشرات جيدة في دراساتنا البحثية لهنا تنتهي المحاضرة ارجو من اصدقائي واخواني واحبتي انه يستفادون من عملية انزال هاي البيانات واستخدامها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.